أهلا بكم. في اليوم 45 للغزو الروسي لأوكرانيا وبالتزامن مع إقرار حزمة عقوبات جديدة غربية على موسكو، أفادت تقارير ميدانية بأن الجيش الروسي يستعد للتقدم نحو منطقة خاركيف شمالية البلاد. من جانبها أعلنت أوكرانيا أنها استعادت مدينة سومي شمال شرقي البلاد وسيطرتها كذلك على معظم مناطق ميكولايف جنوبها. في المقابل وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبرو بيتروفسكا وسط أوكرانيا. أما إنسانيا فقد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية العثور على 132 جثة عليها أثار تعذيب لمواطنين أوكرانيين في العاصمة كييف. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.